جل الإله في وصفها في قرآنه فقال ادخلوها بسلام آمنين. إنها مصر، مصر قاهرة المعز، مصر التي وقفت منذ فجر عميق لتوعية المجتمعات التي تحيط بها. كورونا وما يحدث في زمن الصندوق الأسود في حياة الشعب المصري، كورونا. النهاردة بنجد استهانة من بعض الناس، والمرض خطير، ووزارة الصحة تنادي، وكل يتكلم عن هذا المرض. لماذا لا يكون عندنا وعي ثقافي حتى نخرج من هذه البلوى أو المصيبة التي أصيب بها المجتمع المصري؟ عايزين نطلع، الحكومة بتقول خلاص نفذت أسباب الأرض، لم تبقى إلا أسباب السماء والبحث العلمي وإجراءات احترازية لكل الشعب المصري حتى نخرج من هذه المحنة التي أصابتنا وأصابت العالم. الاقتصاد يا أخواننا الفترة القادمة سيكون فيه اهتزاز. الحكومة خلاص يعني وصلت وزارة الصحة خلاص يعني مفيش، والناس بتستهين، ومع ذلك إحنا كشعب بنستهين بما يحدث في هذا المرض الخطير. عايزين نقف. مصر انتصرت في كثير من الآونة على الوباء وعلى كل الأشياء وعلى كل الحصارات التي مرت حتى منذ عهدنا القريب. يعني مصر مش ناقصة تدخل في نكبة تانية بعد هذه النكبات اللي احنا عشناها في زمن مظلم. معنا اتصال. حتى يأتي اتصالاتنا، معنا في ضيوف الحلقة اليوم الأستاذ نصر أبو السعود. أهلا وسهلا. نصر أبو السعود أهلا بك وسهلا يا فندم. معنا الأستاذة هبة. إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. الله يخليك. نبدأ في الموضوع. رسالة يعني عايزين نوصلها للشعب المصري في الوعي والشباب والتنمية وما يحدث الآن في زمن الصندوق الأسود الذي يسبب بكورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا بس أحب أبعت ببرقية فعلا لجميع مؤسسات الدولة، لأنها أول مرة نشوف أن كل مؤسسات الدولة تأخذ خطوة استباقية في هذا المرض. من أول ما بدأ يقولوا في كورونا كانت الدولة بتسعى فعلا لأخذ كل الطرق الاستباقية لحجم وتقليل هذا المرض. فهذا بصراحة لأول مرة نقول للحكومة المصرية أنكم فعلا عندكم فكر واعي وبالمستقبل كله، ومش عارف اكيد يا فندم. اكيد يعني، وحتى كل أكيد سواء الوحدات المحليه او الشرطه بصراحه بتتعامل برقي، والجيش كله في نظام رقي، يعني لن يسبق له مثيل مع الناس ومع العمر، سواء في الكمائن او في الطرق او في تطهير القرى والبلاد وكل الميادين. الحكومة واجبها الوطني والقومي والأمن العام إنه إحنا نحافظ على كل المواطنين. مش عايزة كلام، هم من ناحيتهم أدوا كل الدور اللي هم فعلا مطلوب منهم وزيادة من ناحية أكيد يا فندم. أستاذة هبة، أنا عايزك تكلمينا عن مشكلة كورونا وتبدأي في القصة التي جئنا لنتكلم من أجلها. هي مشكلة كورونا اللي أنا شايفاها دلوقتي هي مش مشكلة حكومة ومش مشكلة سياسة دولة، هي المشكلة في الشعب والشباب والأسر. المفروض ان كل أسرة تبقى هي المسيطرة على افرادها، بحيث ان هم يتم العزل الكامل منعا للانتشار الزائد. احنا خدنا بالنا ان احنا في الفترة الأخيرة بدأ الأعداد تتزايد بشكل كبير جدا، لان الناس بدأت تستهين بالموضوع على عكس ما تم التصريح منه من قبل الحكومة والوزارة ان الأعداد في تزايد مستمر. فالمفروض ده بيجي من نتيجة ايه؟ نتيجة الوعي. انا اوعي الناس ان احنا لازم نبقى في حرص، في نظافة، في التزام بمواعيد الحظر اللي محدش اساسا دلوقتي خلاص بقى بيلتزم بيها. دي هي دي اللي عامله المشكله دلوقتي. طيب يا استاذه هبه، متى يكون عند المواطن المصري انتباه بهذا الخطر الذي تعيشه الان مصر؟ ما هي المشكله هنا ان احنا الشعب مش هيعرف ده الا بكارثه كبيره، واحنا مش عايزين نوصل لده، وده اللي الحكومه والوزاره الصحه بتحاول تعمله من اول ما بدات الازمه. احنا مش عايزين نوصل لمرحله ان احنا نفقد السيطره، ان احنا نعرف الاعداد دي جايه منين والارقام دي بتزيد ازاي. وقت ما بنحس ان خلاص العدد مش هنعرف نسيطر عليه، هي دي بدايه الكارثه. النهارده يعني انا شايف ان النهارده يعني الحكومه لم يبقى لها الا ان خالص لا، هي هو مش دور حكومي خالص، هو دور مجتمعي. ينزل ويشوف عمله ويشوف شغله و يحتاط بنفسه وبجهده في ما هي المشكله ان احنا بنعتمد على وعي الشعب، والمشكله ان الوعي غير كامل.
احنا مش قادرين نستوعب حجم المأساة ان احنا ممكن نوصل لدولة زي عندنا نموذجين، نموذج إيطاليا اللي البلد كلها مش عارفة تسيطر عليه، ونموذج زي الأردن ولبنان اللي قدروا يسيطروا على المرض ويحجموه والشعب التزم، وفي خلال أسبوعين قدروا يقضوا على المرض والأعداد الإصابات عندهم 10 15 12، بالعكس إن احنا بنلاقي إيطاليا بالألافات وعدد الوفيات عدد كبير جدا. أكيد يا فندم. ألو، معنا اتصال؟ ألو. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم. ازيك يا دكتور جهاد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك سيد، زي اهلا بيك، انا متميز. اهلا بيك يا فندم. معنا الدكتور جهاد العوضي، اتفضل يا فندم. الو، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك وبشكرك وعلى البرنامج الممتاز ده. الله يخليك. اعداد رائع ومخرج متميز واعلامي متميز سيد سيد فضيل. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك. الله يعزك. تحيه وتقدير لكم جميعا ولضيوفك المتميزين. امين يا رب. الله يخليك. بصراحه الموضوع رائع، واحب ابدا كده بان المقوله الشائعه واللي قالها السيد الرئيس ان الشباب قاطره التنميه. وانتوا دلوقتي بتتكلموا في موضوع مهم جدا، احنا بتسالوا عن دور الشباب في التنميه والتوعيه. والتوعيه برضو يا جهاد بيه، اتفضل يا فندم. ودور الشباب في التوعيه والكورونا وما يصيب مصر الان من هذا الوباء الخطير الذي دمر صحه المواطن. تمام يا فندم. واصبح في رعب شديد وبعد شديد وتهاون شديد من الشعب المصري في هذا المرض. بس برضو ما ننساش ان الشباب في الفترة الاخيرة كان هو الدرع لحماية الامة، خصوصا ان معظم الشباب معلش في معظم القرى والمراكز والمدن قاموا بدور فعال في مواجهة هذا الوباء. اكيد يا دكتور. الشباب المصري بامانة في معظم القرى والمراكز والمدن كان قام بدور فعال. الشباب يعتبر في هذه الفترة والمحنة درع الامة، لانه بصراحة حمى البلد في معظم بلادنا. احب اضيف كمان لكلام سيادتك الرائع، يعني اذا كان الشباب قاطره التنميه فهو درع الامه وسيف الامه في مواجهه اي تحديات تواجه المجتمع، خصوصا الوباء اللي احنا فيه الفتره الاخيره دي. طيب يا دكتور، انا هسال حضرتك سؤال. اتفضل يا فندم. ما هو يعني كيف نصنع توعيه للشعب المصري انهم يلمسوا خطوره امر وباء كورونا؟ تمام. اضيف لكلام سعادتك واحب اكد على ان الشباب حوالي 40 او 50% من الشعب المصري، من فئه الشباب. الشعب المصري والشباب واعي ويدرك فعالا. نشكر معالي الدكتور جهاد العوضي مستشار وزير التعليم العالي على هذه المداخله الجميله، فهو رجل من الرجال المتميزين في المجتمع المصري. نعود الى استاذ نصر، ايه الحل في هذه المشكله من وجهه نظرك كقيادي في مكانك؟ لو يعني اتكلمنا في دور الشباب، هم كان لهم دور كبير بصراحه. دايما الشباب المصري بيظهر في وقت الازمات. اكيد طبعا، يعني في وقت الازمات بتظهر فعلا معادن المصريين ومعادن الشباب المصري اللي هو فعلا هو المستقبل، يعني هو القياده، هو الرياد. وزي ما حضرتك شفت يمكن سياده الرئيس جميع المؤتمرات لاول مره تحصل مؤتمرات للشباب بالكم والمستوى ده. وبعدين الشباب ده المفروض فعلا هو المرحله القياده، زي ما احنا شفت حضرتك دلوقتي بقى وكيل، بقى نائب وزير ونائب محافظ ونائب، لان هم ده الدور المستقبلي. اكيد الصف الثاني اللي لازم يكون جاهز لاي حاجه، يبقى هم جاهزين. فاحنا بنطالب الشباب بالمزيد. اكيد التطهير والكلام ده مع اخواننا رجاله الشرطه بالضغط شويه عشان نخف من اللي احنا فيه ده. اكيد يا فندم. استاذه هبه، احكينا بقى على الرحلة التي قمت بها، عايزين نسمعها حتى يرى الشعب المصري جدعانة الستات المصريات. هي الحمد لله هي كانت محنة مرض، هي كان عنيف شوية، الناس كلها دايما بتخاف من كلمة سرطان وان حد بيجي له مرض زي دوت واعوذ بالله ومرض صعب وحاجات كده. بس هو الحمد لله الواحد برضو بيقدر يعني بفضل ربنا وتماسكه وإحساسه بالدعم المجتمعي اللي بيكون حواليه والدعم النفسي اللي بتوفره لي الأسرة أو المؤسسات المساعدة خارج الحكومة، لأن الحكومة لوحدها مش هتقدر تعمل حاجة. أنا من الناس اللي كنت بتعالج في بهية، ودي مؤسسة أهلية، بصراحة بقدم لهم كل التحية والتقدير لأن هم بيقوموا بدور يعني أكتر من رائع في كل الاحتياجات اللي بتقدر المريضة من ساعة لما بتدخل المكان لحد ما ربنا بيكتب لها الشفاء، بدعم بكامل بكل المجالات، سواء دعم العلاج أو الدعم النفسي اللي بيوفروه.
او ان هم يحسوا ان في حد واقف معايا، هو ده اللي قدر يخليني اقدر اتجاوز المحنه ديت، والحمد لله بفضل ربنا على الرغم من شراسه الموضوع وان الواحد اتعرض لاكثر من عمليه والكيماوي والمه وتعبه والاشعاع وما لحقه من اثار بتترتب على الواحد ان هو بيحس ان هو بينهار داخليا، الا انه الحمد لله بفضل ربنا وبفضل الدعم اللي بيحس ان هو مع البني ادم هو ده اللي بيقومه. طب انا هطرح على حضرتك سؤال، يعني هل هو الدافع او فاعليه في قد المناعه عند الشخص للقوه حتى يكون في مثابه انه عايز الحياه؟ هي الرغبة الداخلية طبعا للإنسان بفضل ربنا، لو الإنسان تخلى عن إيمانه وتمسكه بربنا هو ده اللحظة اللي بيحس إنه هو بينهار فيها والمقاومة بتاعته بتنهار وما بيقدرش يكمل، بس ده ما بيجيش من فراغ. طب أنا هسألك سؤال برضو، متى قلتي أنا عندي أمل إن أنا يعني أتمسك بالحياة؟ هو الأمل كان في لحظة لما أنا مش امل، هو كانت رغبه ان انا اطمن على اولادي. انا كان عندي ثلاث شباب الحمد لله ربنا يحميهم ويبارك فيهم، وان انا احس ان انا يعني في لحظه هم مش هيلاقوني جنبهم، وانا بالنسبه لهم كأم كسند بقدر اساعدهم واعمل لهم اللي هم نفسهم فيه، وانا عايزه اطمن عليهم في حياتهم. فده اللي خلاني اتمسك بحياتي، ان انا عايزه ابقى جنب اولادي اطمن عليهم اوصلهم لبر الامان. هي دي الفكره، ان انت تبقى عندك دافع ورغبه اساسيه ان انت تقول يا رب قويني علشانهم، يا رب وقفني علشان اقدر اتجاوز المحنه ديت. وده الدور اللي انا بعد كده لما الحمد لله قدرت اتجاوز، يعني الحمد لله مشيت ثلاث ارباع المشوار، فاضل ربع هين ربنا يهونه، بفكر في دلوقتي ازاي احنا نقدر انا او غيري من اللي عنده الازمه دي ازاي نساعد غيرنا، لان الحكومه او الدوله لوحدها غير كافيه انها تقدر تعمل بده. انا بالنسبه لي مثال بهيه، ليه ما نعملش بهيه واثنين وثلاثه؟ واحنا كمجتمع في 6 اكتوبر احنا بتمنى ان انا اعمل حاجه، مجتمع جمعيه اهليه جمعيه خدميه تقدر تخدم المريضات، لان ما حدش هيقدر يفيد حد مر بالتجربه الا اللي حس بيها. اكيد استاذ نصر، يعني دور التوعيه الصحيه، هل احنا مكتملين في هذا النظام ان احنا عندنا توعيه صحيه، ام وجود الاعلام الزاخم والسوشيال ميديا والفيسبوك دواعي لنشر اي شيء في المجتمع المصري إذا كان خطورة مرض أو استهانة بالمرض؟ ما إحنا دلوقتي بصراحة بقينا يعني زي ما الأستاذ قالت، كتر المستشفيات الخارجية اللي هي طلعت الحمد لله، اللي زي بهية واللي زي مصطفى محمود بتعمل في أكتوبر ثاني، واللي زي كذا كذا الحاجات الخدمية كلها والمستوصفات الطبية اللي بتتعمل في كل البلاد والقرى دي، دعم لكل الناس مش بجانب الحكومة، مش عايزة كلام يعني. طب هل الشباب ليه دور برضو في هذه البنيه؟ طبعا الشباب له دور التوعيه في كل شيء، اكيد بيوعي الناس سواء على السوشيال ميديا او على الطبيعه او على الارض او الحاله النفسيه رقم واحد. استاذه هبه، هل الشباب له اجراء التوعيه لكل الشعب المصري او بعض؟ اكيد اكيد. شوف حضرتك، احنا كنا من زمان جدا كانوا دايما بيشتكوا من اعداد الخريجين اللي في البلد اللي احنا مش عارفين نوظفهم، وحجم البطاله الكبيره اللي احنا مش عارفين نوجهها. طب احنا ليه ما نستفدش النهارده بالاعداد المهوله اللي احنا عندنا، سواء خريجي كليه الطب او خريجي التمريض او خريجي علاج الطبيعي، الناس اللي عندها اساسا اسس علميه طبيه تقدر تفيد بيها ده، وما نستغلهمش دلوقتي ان احنا نعمل بيهم قوافل طبيه. طب انا هستاذن حضرتك، متى نكون قادمون بحيث انه ما يظهرش معدننا ونجاح الطاقم الجيش الابيض الذي يحارب المرض في اي مكان النهارده في وجوده، امتى نكون قادمين وقادرين على مواجهه هذه الاشياء؟ لما تكتمل المنظومه كلها. انا النهارده عندي جيش كامل ابيض واقف في كل المستشفيات الحكوميه وكل المستشفيات اللي اتعملت العزل، وكلهم واقفين لحد دلوقتي، بيتساقط منهم كتير وكتير منهم بيعمل مجهود وبيصابوا وبيرجعوا يكملوا تاني في شغلهم. احنا محتاجين ان احنا نقوي الجيش دوت، هو ده دلوقتي اللي هيقدر يحمينا، بس في نفس الوقت احنا محتاجين نعمل قوافل طبيه توعويه انها تنزل في كل الاماكن اللي الناس كتير قوي بتنزل. حضرتك في اسواق في شوارع بتلاقي الناس بتتعامل بدون ماسك بدون قناع بدون انها لابسه جوانتي بدون الحاجات ديت. انا لازم انزل يبقى موجود ده في كل الشوارع وفي كل الاماكن، ان انا اوزع عليهم واوعيهم واقول لهم انت المفروض النهارده ما تتحركش، اللي لازم يكون معاك حاجتك الشخصيه بدفاعك الشخصي عن نفسك، الماده اللي بتطهر بيها ايدك،
لو قدرت عليها، ما قدرتش وعدم قدرة مادية، فأنا بوفرها لك علشان تقدر تحميني وأحمي نفسي، لأن هو بحمايته لنفسه بيحمي المجتمع اللي حواليه مش بيحميه هو لوحده. أستأذنكم في فاصل سريع ثم نعود إلى برنامج صوت البلد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية في صوت البلد. أوجه سؤالي كما بدأنا، شايف دور تنمية الشباب المصري في بناء المجتمع المصري؟ ألو، نستأذن حضرتك قبل طرح السؤال. ألو، أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. فنانتنا الكبيرة العظيمة إيناس مكي، أهلا وسهلا يا فندم. ربنا يخليك، وكل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة يا رب. وكل سنة وكل الشعب المصري طيب بمناسبة رمضان الكريم. نستأذن حضرتك، احنا عرضنا ان نسأل حضرتك سؤالين واحنا تعودنا منك المصداقية والشفافية والثقافة العالية. متى يكون للفن وللدراما المصرية دور في مواجهة الامراض مثل كورونا وما يحدث اليوم في الشارع المصري؟ التوعية دي بالنسبة للامراض وبالنسبة للفيروسات واضح انها لسه جديدة علينا، بدليل الرياكشن الشعبي انه ناس كتيره لحد النهارده واخدين الموضوع هزار، وده خطر كبير علينا، خطر كبير. لسه النهارده تقريبا كان في تصريح من وزاره الصحه، ان الاعداد بقت في حاله تفاقم بالنسبه لليوم بعد يوم، الاعداد بتزيد، خلاص دخلنا في المرحله الخطر. منطقة بقى الدراما انها تاخد بالها من حاجة زي كده وتعمل توعية للمواضيع اللي زي دي للشعب عموما، اكيد هتبقى في المراحل اللي جاية، بس احنا خلاص اخدنا المشكلة وواجهناها بنفسنا. بس اكيد يا استاذ ايناس احنا شايفين اهمال من الشعب في سماع صوت وزارة الصحة. ما نقدرش نعمم، ما هي دي المشكلة، ان احنا بسم الله ما شاء الله الله اكبر احنا 100 مليون، فما تقدرش تعمم برضه يا استاذ سيد. هي الفكره فكره ان في ناس يعني في شريحه عندها وعي وفاهمه ومحافظه على نفسها وما بتخرجش وما بتحاول على ان لازم يكون في المسافه اللي موجوده بين المواطن والتاني عشان الفيروس ما ينتشرش، وفي شريحه كبيره جدا ضاربين بالموضوع ده عرض الحائط. طيب رساله من الفنانه ايناس مكي الى الشعب المصري من خلال وجودك معنا النهارده في صوت البلد. الرساله اللي انا عايزه اقولها ان انا اكتشفت ان لسه في ناس مش مصدقه خطوره هذا الفيروس، واللي مش مصدق يروح يبص بنفسه في الحميات، اللي مش مصدق وفاكر ان الموضوع لسه موضوع بسيط وموضوع هين، لا الموضوع مش بسيط. أرجو من الشعب ان هو يكون في حاله من الوعي، انك انت كده مش بتاذي نفسك بس، انت بتاذي نفسك واهلك وبيتك وناسك وجيرانك، الموضوع خطر. أكيد لازم نلتزم وإلا المصيبة هتبقى كبيرة. أكيد يا فندم. أشكرك الفنانة القديرة إيناس مكي، ربنا يخليك، صاحبة يعني كلمة مصداقية وشفافة. مشاهدينا الكرام، نهاية الوضع في أستاذة هبة في هذه القضية التي تثير في المصير تثير المجتمع المصري. لازم يبقى في إدراك لخطورة الموقف، لازم الشعب يبقى فاهم ومستوعب كويس جدا ان احنا في مرحلة ما فيهاش فيها استهانة بالحذر وبالوعي وبالعزلة اللي مفروضة علينا عشان نقدر نحمي نفسنا، ملهاش حل غير ان احنا يبقى في توعية كاملة للشعب. أستاذ نصر، ايه رأيك برضو في التوعية؟ والله حضرتك انا شايف ان برضو التوعية يعني فيها مرحلتين، المراحل بتاع المدينة اوعى او احسن افضل شوية من القرى. القرى ينقصها التوعيه عن المدينه مهما يكن. فانا من برنامج حضرتك بوجه بقى يعني رساله لاخواننا بتوع الشرطه انهم ينزلوا للقرى شويه، لان الوعي مهما يكن بتتكلم مع الناس زي ما بتقول ما عندهمش الادراك والخلفيه انهم مستوعبين ان في مرض. اكيد يعني احنا عددنا 100 مليون ده، ومش عايز اقول لك 120 دلوقتي، مش 100 مليون ولا حاجه. اكيد يا فندم، فلازم فعلا اخواننا بتوع الشرطه لما بينزلوا بيعملوا تهدئه
وبيعملوا تنظيم وربط للناس وبيخلوا الناس على الاقل تلتزم، يعرفوا ان في عرض. فعلا اطباء مصر النهارده بذلوا المجهود الرائع جدا، وضرب المثل ده مفيش، بيضحوا بارواحهم حضرتك. يعني انا داخل وانا عارف ان انا هموت، انا ممكن اموت، ممكن هو داخل المرض. هو داخل معركه ومش عارف هتكون نتيجتها ايه. إذن فعلا يعني لا، ابوا بدور بطولي طبعا، سيظل التاريخ يذكرهم اينا اينا كانوا، فهم رمز للبطوله الحقيقيه. ولا ايه يا استاذ؟ اكيد طبعا قايمين بدور عظيم جدا، ان هم بيضحوا باسرهم وبيبعدوا عنهم وفي عزله تامه، وان هو يبقى داخل على مكان هو بالظبط كانه فارس في معركه، هو داخل معركه مع عدو مش شايفه وبيحارب فيه ومش عارف اذا كان هيخرج منه ولا لا. هو بيضحي بنفسه، بيضحي بعيلته، بيضحي بحياته في سبيل ان هو بينقذ ناس. في المقابل بنلاقي ناس تانية ما عندهاش اي ادراك للمشكله ديت، ولا حاسين بالتضحيه اللي بتبذل عشان تقدر تساعدهم ولا تمنع عنهم المرض. فمالهاش حل غير ان الناس نفسها تبقى فاهمه ومدركه لكم المشكله اللي احنا ممكن نتعرض لها لو ما فيش حذر كامل في الفتره اللي جايه، لان زياده الاعداد بالمنظر ده بتؤدي بينا الى حاجه احنا خايفين كلنا ان احنا نوصل لها، ونتمنى ان شاء الله يا ربنا يحمي البلد ويحمي مصر، انما ما نوصلش للمرحله دي. شايفه استاذ نصر الفتره اللي القادمه في مصر هتبقى شكلها ازاي؟ والله يا استاذ سيد احنا برضو يعني زي ما فعلا حاله المرض دي حاجه جديده علينا، لان الحاله دي لو جات لنا قبل كده كنا عندنا خبره نتعامل معها ازاي، لكن احنا في ظل الظروف دي حتى وقفل المساجد والكلام دي كانت ممكن تكون دي دور من نوع التوعيه للناس اكتر، لكن احنا دلوقتي يعني محتاجين حاجه من الحاجات دي على الاقل. مش عايز اقول لك بقى مكبرات صوت وتلف تعمل توعيه للناس اكتر، ومن الناس لها يعني هيبه او قيمه دينيه ومن كل ناحيه أكيد، عشان الناس تلتزم. اكيد اكيد اكيد، حتى نمر من هذه المرحله. انا عاوز في 30 ثانيه قبل ما نختم حضرتك توصل لي رساله الى الشعب المصري. بقول لهم يا جماعه خلوا بالكم على روحكم، خلوا بالكم من نفسكم. احنا بنحاول في الفتره دي نعدي الكارثه اللي ممكن تضيع مستقبل ناس كتير وحياه ناس كتير. لازم نحافظ علينا بالعزل، بالنظافه، بالاستخدام الماسك. الماسك يا جماعه لما حد بينزل بماسك دلوقتي وجلافز في الشارع الناس بتبقى مستغربه، ما فيش حاجه اسمها كده. دي انا بعمل وقايه ليا ووقايه ليك، واثبتت التحاليل وكل الناس قالت ان نسبه 60% بيمنعها بالماسك وبالجوانتي. فمش عيب ومش حرام ان احنا نستعمل حاجه تحافظ على حياتنا. اكيد. اتفضل رساله في 30 ثانيه تقدمها الى الشعب المصري بغضون ما تمر به مصرنا، اتفضل. والله حضرتك برضه السادة احنا بنقول عايزين مزيد من الوعي للناس في اكتر في المرحله دي بالذات. اشكرك يا فندم، اشكرك، لان احنا داخلين فعلا على مرحله هنتتعب، مش كاشخاص، كاقتصاد. اكيد يا فندم. فاحنا عايزين مصر تعدي ان شاء الله، وان شاء الله هتعدي ان شاء الله. مصر قادمه وان شاء الله مصر هتعدي، وان شاء الله مصر قادمه لكل المصريين. انتظرونا غدا وحلقه جديده من صوت البلد.